رجعنا وياكم اصدقائي، وهسه راح نصور وياكم فيديو تزيين الكب كيك. هنا عندي عجينة الفوندانت مثل ما تشوفون، انا يعني اول مرة لينتها بايدي، وهسه راح افرشها على ورق الزبدة بهذا الشكل. ارش شوية من السكر تحتها وفوقها حتى يسهل العمل. بهذا الشكل وغطيها، وبالشوبك راح افجها كلها اصدقائي، اسويها قرص كبير. رجعنا وياكم اصدقائي، وهاي عجينة الفوندانت بعد ما فرشتها طبعا على ورق الزبدة. راح اقطعها على قياس الكوب كيك اللي عندي هذا قياس الكوب كيك، لازم عندي قطاعة بنفس القياس، فانا ما عندي هاي القطاعة، فراح استعمل عندي هنا قدح او جلاس، شوفوا اقيسه بنفس القياس فاقطع به او استعمله للتقطيع. هنا راح اقطع على عدد اللي اريد اسويهم بهذا الشكل اصدقائي، اقطعهن كلهن ونرجع نكمل الفيديو. هسه اصدقائي هنا سويت 6 قطع، انا ابدا ازين 6 قطع بالفوندات. هسه اول شيء راح اخذ هذا القمع مالت تزيين الكريمة، راح اخذ هاي الزايتة اقطع ايضا كم قطعة بهذا الشكل. اصدقائي رجعنا نكمل هنا وياكم، شوفوا اصدقائي هنا انا زينت اول قطعة، راح اراويكم شلون زيناها. اول شيء انا الكوب كيك هذا اللي سويته وياكم في فيديوهات سابقة، سويت وياكم صلصة الشوكولاتة، هاي صلصة الشوكولاتة راح اخلي تقريبا ملعقة واحدة على الكوب كيك، واوزعها بهذا الشكل بحيث تجي مرتبة. هذه استعملها مثل اللاصق للعجينة الفوندانت، راح اخذ وحدة من عجينة الفوندانت اقعدها فوقاتها بشكل حلو، ارتبها بشكل حلو اصدقائي بهذا الشكل سويناها. راح اسوي هنا شوية اذا طلع شوكولاتة ما مشكلة، بهذا الشكل راح اسوي هسه الزينة مالتها. راح اخذ هنا هاي اللي قطعناها الدوائر الصغيرة، عندي طبعا للصق هاي عجينة الفوندانت للتزيين. هنا انا استعمل الشيرة اللي نستعملها للقطر ايضا موجودة بالفيديو، سويتها فيديو سابق. هنا راح استعمل هاي للصق، هنا راح اخلي شوية بس بالحافة شوية كلش، مجرد انه شوية احط لها نقطة واحدة، وراح اجمعها بهذا الشكل، شوفون اصدقائي بهذا الشكل، واسوي الثانية بهذا الشكل، وهاي الثالثة، وهاي الرابعة بهذا الشكل اصدقائي. هسه انا سويت هذني 4 قطع عندي انا هنا، طبعا انتو تقدرون تسووها بغير لون، مثلا هذا اسود وتحطون الوردة لونها زهري او ابيض او اي لون تحبوه. انا عندي هنا ملون الذهبي، اللي هذا الباودر الملون الذهبي، ملون الذهب، فهنا راح الونهن وحده وحده بهذا الشكل.
بهذا الشكل أصدقائي، وحدة وحدة. هذا الشكل أنا لونتهن وحدة وحدة. بهذا الشكل أصدقائي بالملون الذهبي لونتهن. هسه راح أجمعهن فوق الكب كيك. هنا عندي أخذ نقطة وحدة أيضا من القطر أو الشيرة، وهنا أدهن بها منتصف الكب كيك بهذا الشكل، وراح احطهن بهذا الشكل واجمعهن على شكل وردة جميلة. بهذا الشكل اصدقائي جمعتهن. احاول انا ارتبهن بايدي بالشكل اللي يطلع حلو. هنا بالمنتصف عندي مجموعة من هذا، انا راح اختار هذا النوع من السكر، اللؤلؤة السكر، وهنا احطها بالمنتصف. طبعا احط لها ايضا القليل من القطر حتى او الشيرة حتى تلتصق بهذا الشكل. وهذا الشكل أصدقائي. انتهينا من تزيين. هنا نحط لها شوي ثانية من الشكل، ألمها شوية. بهذا الشكل انتهينا من تزيين القطعة الثانية من الكب كيك. بهذا الشكل أصدقائي نكمل كل القطع اللي عندنا، أو أشوفكم بعد طريقة ثالثة للتزيين. طبعاً أقطع هذا الزيادة، هذا الزايد أقطعه هذا الشكل حتى أقدر أحطها هنا تقعد. ألونها أيضاً بنفس الطريقة، ألونها ألونها أيضاً بنفس الطريقة بالذهبي. قلت لكم اذا عندكم اي لون ثاني للفوندانت، زهري، وردي، احمر، اي لون ثاني ممكن تسووا بنفس الطريقة وما تحتاجون هذا الملون الذهبي. انا لان عندي هنا اليوم فقط اللون الاسود، وهنا احط شوية من القطر والصقها، انزلها بهذا الشكل. بهذا الشكل أصدقائي، وهذا هو الشكل الثاني لتزيينة اليوم الكوب كيك. ممكن أنا يعني أيضا عندي هنا شوية ذهبيات، ممكن أنزلهن على بهذا الشكل بالجوانب. ألصقهن هنا ممكن. الشكل طبعا هنا الشوكولاتة شوية دا تطلع من عندي لان حار اليوم، شوية بدأت تسيح. انتو اذا شفتوها حارة او دا تسيح ممكن تحطوها بالثلاجة شوية تجمد حتى لا تسيح بهذا الشكل. وهذا الشكل النهائي للطريقة الثانية للتزيين. هسا احنا اول طريقة سويناها بالفوندانت هاي قدامكم أصدقائي، نزين بكريمة البنوينو اللي سويناها في فيديو سابق. طبعا بس إذا تستعملوها للتزيين لازم تطحنون البسكويت كلش ناعم يصير، وبعدين تخلطوه ويا الكريمة، لأن بعدين ما يطلع وياكم من فتحة أو راس التزيين بهذا الشكل.
ممكن اصدقائي تزينوها بهالشكل انواع من السكر الخاص للتزيين. هنا انا دا احط عليها نجمات او نحط عليها لؤلؤات صغار وردية وبيضة بهذا الشكل، او نتركها حتى بدون سكر للي ما يحب السكر ويا الكريمة. هاي هسه الطريقة الثانية للتزيين، اتمنى تكون عجبتكم. عندنا هاي انواع ثانية ممكن تحطوها بهذا الشكل. عن كريمة شانتيه، هنا هذه الكريمة مثل ما تشوفون انا حضرتها لقدام، استعملت لها الكريم شانتي هذا النوع من الاتراك او من محلات العرب. هنا هذا الباكونج او الباكيت بظرفين من الكريم شانتي، ضفت عليه علبة لهذول الظرفين اثنيناتهم، ضفت علبة واحدة من الكريمة الخفق او الشلاك زانة، وضفت طبعا لهم عندنا هاي الفريش كيزة او الجبنة الفريش مثل فيلادلفيا او اي نوع ثاني، او هاي النوع الثاني موجود بالليدل انا استعملته. راح اخفقهم مع بعض وينطوني عجينة قوية ممكن اشكلها وازينها كلش قوية. طبعا اضفت لها ايضا ظرف فانيليا حتى تروح طعم الملوحة الموجودة بالجبنة. راح تشوفون اصدقائي اذا اقلبها ما تنزل كلش قوية تصير، بالتزيين كلش حلوة تطلع. راح اجيب كيس الحلواني، راح احط اول مرة هنا عندي لون بالاطراف. هنا انا عندي هاي الالوان الخاصة للحلويات، عندي هنا هذا لون احمر او وردي، وردي بينك. راح اخذ بالخشبة هاي مالت شسمه الاسنان، راح اسوي هنا خط على طول على طول الكيس بهذا الشكل بهذا اللون. راح ارجع هيك امده شويه بهذا اللون، انا ما واضح يمكن صار عندكم لان ايدي كانت بعيده، اخذت بهذا الخشبي وسويت خط على طول الكيس بهذا الشكل. هاي اول خطوة اول لون. راح ارجع اخذ لون ثاني، مثلا ناخذ من اللون الاصفر، هنا عندي هذا اللون اصفر، بنفس الطريقة احطه بالكيس بهذا الجهة الثانية من الكيس. واي لون واي شكل انتو تحبوه ممكن تسووا بنفس الشكل. هسه راح ارجع اعبي الكيس الخاص. اصدقائي نستمر وياكم باخر عملية تزيين. شوفوا هنا تصير تطلع ملونة بهذا الشكل، طبعا حسب نوع الراس اللي تستعملوه او حسب الموديل المتوفر عندكم. هذا الشكل احاول املي كل الفراغات. ادوس وبعدين اسحب ايدي بشكل سريع. وهذا شكلها النهائي. طبعا انتو تقدرون تغيرون الالوان وتغيرون الموديل الراس ويطلع لكم اشكال مختلفة. هذا
هاي القطعة الثانية، وهذا شكلها. ممكن أيضا نمشيها بهذا الشكل، هذا الشكل أيضا. ممكن بهذا الشكل أيضا. وهذا الشكل الثالث الرابع. هذا الشكل الآخر أصدقائي. هذا الشكل سوينا ورقات. هذا الشكل أصدقائي. ممكن أن نسويها كلها بهذا الشكل. تطلع ايضا جميلة بنفس الطريقة. انا حطيت اللون من الفراغات كلها، ما نخلي شي ظاهر. وبالأخير نحط وردة صغيرة. هذا الشكل الثالث أصدقائي. مشيناها هالشكل مثل الدويرة. هذا الشكل. بهذا الشكل أصدقائي انتهينا من عمل تزيين عمل الكوب كيك وتزيين الكوب كيك. سوينا فيديوهات اثنين هاليوم. أول فيديو هو سوينا بالكوب كيك، والثاني فيديو اللي زينا بالكوب كيك. أتمنى أحبائي أن يكون نال إعجابكم،
وكلش حلو شكله، أعياد الميلاد، للأفراح، للمناسبات، ألوانه زاهية وأشكاله حلوة، وممكن تسووه بكذا طريقة، وأنا وضحت لكم 3 طرق هاليوم للتزيين. أتمنى أن يكون نال إعجابكم. أهلا وسهلا بكم بالمشتركين الجدد، أقول لهم أهلا وسهلا، والمشتركين القدامى أقول لهم أنتم في قلبي وأحبكم، وأتمنى أن تواصلون وياي وتتفاعلون وتنشرون الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، أو واتساب، أو أي طريقة أنتم تحبوها وممكن يستفاد منها أصدقائكم وأحبائكم. أتمنى لكم يوم سعيد.